Sì. يدخل العباسي مكان معين ويدخل كيف كيف جيتسون شين مكان عمر عبيد. ثلاثة نقطة ما يلزمش الفريق المغربي يرجع تحت 10 نقاط من هنا لأربع خمس دقائق اللي مازال. حسابيا إذا يرجع لنا قبل أربع خمس دقائق تحت 10 نقاط ثلاث مرات يصعب شوية المباراة على روحه. إن شاء الله ما نعيشوا السيناريو الاتحاد هذا المنستيري اللي كان متفوق 16 نقطة ورجع عليه فريق الدار البيضاء الجزائري. 61 50 مروكي يتعدى بالعنادي ثم تمشي لجاتسون. شين جاتسون يطلب المساندة من لاعب الارتكاز ماتيوس تمشي للمغرب يرجع عليه العنادي خطأ. المدرب أحمد كجاج قلنا نجم سابق الرسالة المغربية فهم وفاق كما الناس الكل انه من نقاط قوة نجم الراتسي اليوم هو المروكي. ورينا الهالب الكبير ديما اللي يصير على المروكي اللي منعه من التسديد من بعيد ديما فما لاعب يقريب له. العناني هجوم المعاكس وتنجح. هذا اللي نبهت ليه قبيلة هذا اللي نبهت ليه انا قلت ما يرجعش تحت العشر نقاط من هنا الا ثلاث اربع دقائق نرجع بعد دقيقة بالضبط. هذا اللي حكيت عليه. باسكيت فيجيلونس يلزمك على امتداد 40 دقيقة، فماش مباراة تتربح بل ما فماش مباراة حتى تاخذ 18 20 نقطة ترد بالك. شفنا ملي طاح ل 16 طاح ل 13 قلنا راهو إذا فريق حسابيا في كرة السلة مازالوا خمسة دقائق وطيحك تحت 10 نقاط يعني منطقيا وحسابيا نجم يرجع في المباراة بمشاكل. وهذا اللي صار وهذا اللي خلى جافرييل بنتاليس يطلب وقت مستقطع استعجالي لوضع نقاط على الحروف. 61 52 ما تبدلش حاجه كبيره. العنيني في طنجه والمغربي في رادس افضل مسجلي نقاط في مباراه اليوم. هذو احصائيات الثلاث نقاط 32% محترمه النجم الرادسي كارثيه للفريق المغربي. 0 على 12 كارثيه للفريق المغربي. هو احصائياته كارثيه في الثلاث نقاط. 7 دقائق 38 ثانيه ومازال في اللقاء والحمد لله ما مشاتش معها ثلاث نقاط الفريق المغربي. على خاطر هذا كله راجع للدفاع مش المنظم تاع النجم الرادسي اللي خلى يركز فريق طنجه على التصرفات كما قلنا. لازم يرجع لطريقه الدفاع نتاعو الدفاع المنطقه اللي قام بها في الشوط الثاني باش على الاقل يسترجع الفارق اللي خذاه من الشوط في الفتره الثانيه. جيتسون مغربي يلعب بكامل اوراقه لهنا واضح المباراه وكان بها الخمسه ستارترز هذوما نتاع النجم الراتسي عباسي كشريد مغربي ماتيوس وجيتسون يعني يلعب 100% من امكانياته جافرييل بنتاليس. علاش؟ لانه اذا ما تسجلتلكش هذيه وراجعوا عليك بهجوم معاكس ولا 6 7 نقاط يعني مش تبقى مشاكل صعب على روح المباراة. يعني يلعب افضل ما لديه احسن خمسه خماسي احسن خمسه الستارتير نتاعو الى حد الان 64 52 من بعيد شفناها دارت مليح دارت مليح ثم فات نموذجيه العمليه يمكن من احلى اللقطات اللي صاروا هجوميا للنجم الراسي. كره مشات جماعيه ثانيه تحرر على الكورنر جاتسون وسجل ثلاثه نقاط 64 52 شفنا لكون الفريق المغربي ولا طامع يعني حتى ولا يلعب دفاع متقدم الكل وبريسينج على كامل الملعب. يعني هذا يوري لكونه بدنيا مازال جاهز وذهنيا يحب يعني مازال ما قالش كلمه متحرر. هو يلعب متحرر ذهنيا وعلى ذلك الفرق اللي تلعب متحرره اوتسايدر ديما يقلق في المباريات هذوما. عباسي حلو ياسر العمليه الاخرى تعطي الانوان تسجل نقطتين وتاخذ معاهم الرميه الحره سله ثمينه سلة ثمينة. وقلنا انه الفرق الاوتسايدر اللي يجيك معناها متحرر من كل الضغوطات يقلق ياسر. رجعت شوية الامور النصابة 66 52 رجعت 14 نقطة عمل مع خمسة تجدوي مع ستة الان بعد السلة الاخرى ان شاء الله بتاع ماتيو زيبرون. يعني ترجع شوية الامور من النصابة لان تحت 10 نقاط ديما مشكل. 66 52 ماتيوز ما ينجحش متابعة مغربية. سعيد الكرة من
درايف من ماتيوز، مقطوعه من ماتيوز ثم مقطوعه من الزهواني، يلعب تحت المربع مع العناني من بعيد، العناني ما ينجحش في المتابعه من شين او ماتيوز ايفرن، يلعب مع شين جيتسون عباسي وما يسجلش المره هذه، اما يخرج خطا يربح الخطا محمد العباسي، نفضل الملاعبيه في المركز بتاعه في البطوله التونسيه. ان شاء الله هي يسجل الرميات الحره ونعرف قيمة الرميات الحرة، وخاصة في المباريات كما هذوما وفي الفترات الأخيرة هذه. ينجح العباسي الرمية الأولى في انتظار الثانية. ينجح في الثانية. على ذكر الرميات الحرة الحمد لله اللي سجلها مخزون من نقاط ضعف لاعبي افريقيا شمال هكا، هو البورسنتاج دو ريوسيت في اللونسي فران الرميات الحرة والافراط التسديد من ثلاثة نقاط، هذا اللي يخلي ديما مبارياتنا نحن يكون البورسنتاج دو ريوسيت فيهم ضعيف بسبب النجاح، النجاح فيهم ضعيف ياسر. وعلى ذكر النقاط رميات الحرة أنا ماذا بيا اللاعبين كلهم ياخذوا السيدي اللي عملوا زميلنا سي رضا العبيدي في الرميات الحرة باش على الأقل يفيدهم في بعض التقنيات. هو السيدي أنا في بالي زاد عمل لك البروسبكتوس الصغير هذاك منه هو حلو ياسر هذاك، خاصة عليه يعطي الصحة، وخاصة السيدي اللي باش يوريك يعني أون لايف كيفاش تكنيك وتقنيات والمراحل كلها اللي يمر بها اللاعب قبل ما يخرج الكره من يديه. ماذا بيا الاولاد نتاعنا هذوما كل ياخذوه موجود السيتي هذايا ومفيد جدا، وانا قاعد اعتبر حتى في السنيور العالي للرياضه نتاعنا ندرسوا بيه. شو انا نعرف راهو الملاعبية راهو 12 سنة تقريبا نعرفوهم ملاعبي سينيور ما يخلص السيدي نتاع لونسي فرون يراها يمكن هكا يمكن يا سيدي خذوا من باب الثقافة، يقول لك انا سيدي من باب الثقافة ونخلص قداش وكداش فرش سيدي كاش نسدد رمية حرة، انا نعرف اللي ما يتفرجوش فيها صارت دراسات على مستوى الدكتوراه في الرمية الحرة. نحكي لك عن اللاعب التونسي تو سيدي يلزمو يعرف أهمية هذا، حط لك سيدي ويشوف رمية حرة تو عمره 27 سنة راهو صعيب شوية، أما إذا هذه الكولتور ندرسوها في اللاعبية الشباب نتاعنا باش يطلع أكاديميا متكون مليح كيفاش يسدد وقتاش يسدد، راهو مش المشكل انك تعرف تسدد ولا لا، راهو البرا يخدموا بسيكولوجيكمون وقتاش تاخذ لا ديسيزيون لا بون ديسيزيون تعمل لو بون شوا، هذه راهو البرا الخدمه مخدومه هكاك وقت اللي تخدم 24 ثانيه وقت اللي تيرفوز لي تير ما تسددش ماكش مرتاح ماكش في وضعيه ماكش مع واقف مليح ماكش اللاعبي ماكش متحرر مليح، هذوما يخدموا عليهم من برا معناها ما عادش هكا تشوت 100 كعبه في لونترينمون ومن بعد في المباراه تتصرف، البرا يلزمك تخدم على لي بون شوا تعمل القرارات اللازمه في وقت ظريف، معناها الباسكيت ولا يتلعب على الجزئيات هذوما اكثر من الجزئيات البدنيه وغيره. هذا هو هذا رمية حرة فيها 10 أجزاء مقسمة ل 10 مراحل باش تكون تسديدها، وهذه صارت عليها دراسات في مستويات عالية. أنا يعني اللي نعرفه لونسي فرون تتلعب في الـ في الـ في, الـ في الركيب ثقيل وفي الـ في البواني وفي في وفي الكود نتاعك لازم يكون بيربونديكولير أكثر منه النزاعة نتاع بواني، معناها هذول في الآخر بكل بواني هو باش يوصل الكرة وقعوا. اما كلها رميات يعني نحب نقول هنا ثم دراسات قاعده صارت وشيء، نحن الدراسات مش منتلفه وناخذوا هالسي دي هذا ساهل نطلعوا عليه تو نشوفوا كيفاش. خذوا السي دي نتاع سي رضا العبيدي وتفرجوا فيه ها، يساعد يساعد اللاعبين الكل ونجم يعاونهم برشا ان شاء الله ان شاء الله، احنا كل معلومه تفيدنا وخاصة نحن نشوف قلت من 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 حاجات المشبهية في كرة السلة الإفريقية خاصة هي الرميات الحرة والتسديد من ثلاثة نقاط، فيها إفراط والبورسنتاج اللي يزيد في اللونسي فرون تعب شوية مش خاصة نتلافاو هذا. هو علاش باش نسكروا حتى في كرة القدم المشكل تاع اللاعب الأفريقي ديما ذهني وهي رمية حرة راهو ذهني، أنت تشوف حتى في بطولات العالم في كأس عالم كرة قدم فريق افريقي كيما نيجيريا في سيرتان مومون السنغال ما تكملش البعيد لانه ذهنيا المونتال ما يتبعش ما يشدش ياسر، يعني أي. في الرياضات الكل ديما عندنا المشكل الذهني هذا في التركيز تاعو ما يدومش ياسر، نغلقوا القوس نغلقوا القوس ونرجع لمباراتنا اي مع انتصاف 15 نقطه 5 دقائق الامور لاباس في راتسي لحد الان كما قلت قبيله الامور لاباس اذا ما تغلطش اذا ما تغلطش ما الامور تنجم تكمل مرتاح المباراه هذه. مروان كشريد جيتسون شين يخرج عليه رامبو
شين جيبسون يمشي للهيلب حمزه الزهواني مقطوعه ثم تعاود ترجع لشين جيبسون تبع فيه حمزه الزهواني عباسي مازالوا 6 ثواني على توقيت الهجوم مقطوعه من محمد النمره يطلب في خطا العباسي باهي 5 ثواني باهي قاعدين ندوروا في الكره نجم الراسي مش مطالب بالسرعه وغير بالواحد بريسيبيتاسيون يعني بالتسرع بالتسرع ايوه كرة راتسية شين جيبسون باسي حلوة وتتسجل وحلوة ياسر العملية الأخرانية للنجم الراسي واللي محمد العباسي جونيور 70-53 رامبو يرفع الكرة ما ينجحش تعب شوية رامبو رامبو عنده 3 أخطاء خرج ورتفه شوية وطور باش يرجع باش يحاول هو يقوم بالعمليات الكل لكن النجم الراسي هنا يزمو يلعب 22 ثانية نتاعو كما قاعد توا يقوم به المهم هو مش يدريب السور بلاس اللاعب لكن يكون الدورة الدور كرة الدور ديما الدور ديما تتحرك باش هكاك يتعب شوية الدفاع عباسي اوه نموذجية هذا نموذجية نموذجية هذه في الفيزيوناج باش يحطوها أكثر من مرة ويقولوا هكا لازم يلعب النجم الراسي 22 ثانية وتسديدة متحرك يدير فير العباسي وينجح بالمناسبة في أول ثلاثية ليه دفاع المنطقة 2-3 يخرجوا على اللاعب اللي باش يسدد ما يكونش يسدد في ظروف طيبة والحمد لله خاصة يعني هذا الفريق المغربي مطالب انه يسدد من بعيد شرش 20 نقطة 45 ثانية الأمل نتاعو الوحيد انه يرجع في اللقاء هو انه ينجح في السيرين تاع ثلاثة نقاط وهذا مش مطروح بحكم انه سجل سدد 13 ولا 14 تسديدة ما نجح في حتى واحدة يعني من ناحية هذه نجم يتهنى شوية النجم الراتسي لأنه الإحصائيات من بعيد 6.75 سيئة برشا طنجة المغربي إذا مش يسدد من بعيد وإحصائياته سيئة مش باش يرجع إذا باش يلعب باللعب الداخلي يمكن النجم الراتسي يسكر مليح لا غير طريقة الدفاع نتاعو اللي يلعب يلعب المنطقة 2-3 هذا صعب هذاك اللي باش يتعب شوية صحيح هذا اللي قاعدين عايشينه توا إن شاء الله يواصل فريق النجم الراتسي على المنوال هذا ان شاء الله يلعب 24 ثانيه من الاولو جديد هلو ياس جيتسون عبيده يحاول يوصل كره للعباسي ما ينجح لكن العباسي حاب يعمل دانك حاب يعمل دانك لكن بصفه عامه العمليه حلوه الهجوميه تيلاك جديد النجم الراتسي خروج كره ليفيت في فريق الضاحيه الجنوبيه للعاصمه ذكروا اللي نعيشوا في كره سله في شهر كرة السلة دورة الترشيحية لكأس أفريقيا الأندية بطلة كأس أفريقيا اللي بتصير في تونس بتنظيم النادي الأفريقي كأس أفريقيا الأندية السيدات بتنظيم النادي السويخسي يعني مغرومين كرة السلة في رادس في البستير النادي الأفريقي نادي السويخسي سيدات نجموا يتحولوا للقاعات ويشجعوا الفرق بتاعهم ويقطعوا كرة السلة ويشجعوا الأندية بتاعنا يجيبونا الألقاب كله باهي تاخذ القاب الان في سنة افرو باسكيت في سنة كاس افريقيا باهي للفرق اللي باش تفوز بالالقاب بالطبيعة الخزينة تاع النوادي وباهي للمونتال تاع لاعبين المنتخب تاعنا اللي موجودين في رادس في البستير في النادي الافريقي باهي في سنة كاس افريقيا في موسم الافرو باسكيت في الصيف ان شاء الله احتفالات كبيرة وبرنامج كبير ان شاء الله منتخبنا يعاود انجاز التاريخ نتاع 2011 عباسي يلا اخذ الدانك اللي حصل به الدانك اللي من قبيله يحب يسجلوا ويقوم به قام به في وضعيه نتاع تيرو غير كان متحرك مش تير هو دانك محاله لكن في وضعيه مرتاح نسبيا ونجح في هذه العمليه الفنيه ابن القيروان ابن الشبيبه وما ادراك ما شبيبه القيروان بالنجوم اللي طلعتها الباسكيت في تونس لخمج سكة مروان سليمان مروان كشريد واصف كشريد سمير بودن وغيرهم ان شاء الله ما نكونش نسيت برشا لعبيه المهم اللي استفاق في الشوط الثاني النجم الراتسي ولعب بالطريقة الدفاعية اللي هو مطالب بها وفي الهجوم كذلك وشفنا الآن كرة يعني قاعدة في الهجوم تمر من مكان لمكان بسرعة طيبة من غير تسرع وياخذ القرار نتاعو في آخر الثواني وهذا علاش تويكا ولينا فارق ما يقارب 25 نقطة تقريبا جاري كرة في وضعيات كيما هكا تخلي الفريق المنافس في اعصابه اللي حاب يرجع عليك ويتعب يتعب
في الـ في الـ في الدفاع وتخلق لديكالاج. وكانت جري كره ما تضمنيش تجري كره بطبيعه باش تولي تخلق الديكالاج تعمل لي رونفيرسمون بلوخت كره السله يعني تخلق ثغره من اليمين لليسار جري الدفاع باش تسدد مرتاح. وتوا النجم الراسي ينجم يغير لاعبين الكل ويشرك البقيه وهكاك عنده هو ضمان اللي كونه فارق هذا ما نجمش يهبط منه في التكتيك. هي مباراه انتهت الان النجم الراسي يرد باله شويه من الاصابات في نهايه هذا اللقاء فقط. تكتيك 79 55 14 نقطه فارق وامتلاك للنجم الراسي. مادام المباراه قريب توفى نعاود نذكركم ببرنامج الغد هذه ساعتين سبورتينغ الاسكندري تدخل في البطوله الترشيحيه غدوه مع شباب الريف الحسيمه المغربي. ثم كيف كيف مجمع النفط البترولي يلعب بعد شويه 6 نتاع العشيه ضد شباب الريف الحسيمه يلعب غدوه الاربعه مع هذا الفريق مع نهضه اتحاد طنجه اللي باش يكون عنده ساعتين راحه اكثر من منافسه في دورات كيما هكا. ساعتين راهو عنده قيمه كبيره ياسر في وضعية بلوغ تنبيه باك تو باك يعني كل يوم تلعب ساعتين يكونوا نجم يكون عندهم قيمة كبيرة. اتحاد مونستيري غدوة معطى والنجم الراسي يلعب الستة مع شباب دار البيضاء الجزائري. مبدئيا المباراة هذه ما تنجمش تمثل عائق كبير للنجم الراسي. هذا بالنسبة للبرنامج غدوة. ثم نهار الجمعة مباراة كبيرة بعد ساعتين لازم تجي تفرج فيها سي الحبيب سبورتينغ الاسكندري مجمع النفط البترولي بعد ساعتين. ثم مباراة ان شاء الله المنقولة على القناة الوطنية مباراة الحدث والمنتظرة ديربي التونسي بين النجم الراسي والاتحاد المنستيري. ان شاء الله كما قلنا حظ التوفيق للراس وللمستير. 6 تاع العشية سبورتينغ الاسكندرية ونجميه التوانسة نحييوهم بالمناسبة قاعدين يقدموا في صورة طيبة برشا على كرة السلة التونسية في مصر. ثم بركه بين رزيق نعيم ديف الله في بعض الاوقات وقت نسافر وقت احترف في الجيش في 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 مصر. امين رزيق في الاهلي وحمدي براع ومكره في رمضان كيف كيف خلق واخلاق حقيقه اللاعبيه هذو واحصائيات من طراز نادر. مكرم بن رمضان افضل لاعب في البطوله العربيه الاخرانيه مثلا في المغرب تحيه له. هذا بالنسبه لبرنامج نهار الجمعه. ميساج كمل لكم مادام المباراه تفات نهار السبت ماضي ساعتين ريف القسيمه ونهضه اتحاد طنجه. الاربعه الاتحاد المنستيري مجمع النفط البترولي والسته الاسكندريه والدار البيضاء. رات سمع فات نهار الاحد سبورتينغ الاسكندري والاتحاد المنستيري شباب ريف القسيمه دار البيضاء السته النجم الراسي مجمع النفط البترولي. نهار الاثنين الاتحاد المنستيري شباب ريف القسيمه الاربعه السته النجم الراسي وسبورتينغ الاسكندريه. نهار الثلاث نجم الراسي شباب ريف الحسيمة اتحاد طنجة نهضة طنجة والاتحاد المنستيري مصاتي. لكي نكونوا كاملين وشاملين في تخطيطنا لهذه البطولة في يومها الأول قبل 40 ثانية من نهاية هذا اللقاء. كان مشوق للأمانة في بدايته في الفترة الأولى خوفونا شوية كي الفريق نحييه بالمناسبة نهضة اتحاد طنجة المغربي. ثم نجم الراسي بحكم الخبرة بحكم الفنيات الموجودة في راس بحكم الرصيد البشري السريع بحكم طول القامة الموجود في الراكات كيف كيف سمعلي عباسي معين تقريبا ما لقاش مشكل كبير باش ينهي المباراة بسيدته قبل 20 ثانية 81 57 بعجالة. سي الحبيب في اقل من 20 ثانية مستوى بصفة عامة تاع الاتحاد المنستيري والنجم الراسي في هذا اليوم الاول. في اليوم الاول ما نجموش نطلبوا اكثر من المردود هذايا حفاظا على لياقه اللاعبين وصحتهم. بطبيعه الحال قاموا بالواجب وخاصه النجم الراسي اللي ما خلاش روحه في اخر المباراه يعيش فترات حرجه كما عاش الاتحاد المنستيري اللي هو مشكور وفاز في المباراه الاولى وما ثماش مباراه يعني على الميدان سهله الا على الورق شفناها وعشناها بالنسبة لمباراة الاتحاد المنستيري والشوط الأول بالنسبة للراتسي. هنا فارق 24 نقطة، النجم الراتسي قام وأدى قام بالواجب نتاعو وقام بالمباراة اللي لازم يقوم بها مع بعض عطى الأمور التشكيكية في الشوط الأول والحمد لله. إن شاء الله النسق يكون تصاعدي والنسق ما بين ليزوتوماتيزم بين اللاعبين تحسن المباراة إلى من مباراة إلى مباراة وإن شاء الله
مبدئيا نقولوا ان المردود يعني فوق المتوسط، يبشر خير ان شاء الله. تلقي نظام التأهل البطولة الافريقيه الى حد الان، يظن ما زلت كان زون اون، هذه هي زون اون، ما زلنا ناقصين شويه، لكن فما تسعه ترشحوا وهم ما زالوا ثلاثه بلايص، معناها فما امكانيه انه ماك تعرف في الفيفا افريقيا ساعات ياخذ لك الثالث، ربي يشرف، اي ياخذ لك الثالث ان شاء الله، علاش لا، ساعات يوفر حظوظ لفرقنا التونسيه اذا مشينا ل فريق ثالث. على كل حال في انتظار استجوابات لسامي القاسريني، فرق نظامنا للترشح بالطبيعة النادي الافريقي منظم الدورة، أبيجون باسكيت كلوب، المنتورز مارك النيجيري، مالابو كينغز عنده مستوى طيب هذا تبعني عمناو غيني الاستوائي، مازنبي الكونغولي، اورانانيل البوراندي، ليبولو وبريميرو اوغوستو من الانغولا، تقريبا هذوما اللي نردوا بالنا منهم شويه كيف كيف، ليبولو بريميرو اوغوستو، هذا بالنسبه لقوس كاس افريقيا اللي بيصير بعد شويه. سامي القاسريني مع اسماعيلي ومع مروان كشري. في كل موسم يزداد حماس الجماهير، يشد التنافس بين الانديه عن اللقب، واخرى تبحث عن ضمان البقاء. واقع وكواليس الانديه تتابعونها في برنامجكم تيلي كلوب. تيلي كلوب عين ثالثه على الانديه الوطنيه.